80 حلقه تقريبا اول مره يجيني ورد، اول مره فنان يجيب لي ورد، اول مره معناتها ضيف يقدم لي ليا انا الورد. جو ريميرسي بالحق بروفونديمون الفنان التونسي الكريم عادل يونس على خاطر جيب لي بوكي نتاع نوار. جو في لو غاردي اون بلوران خاطر تعرفني سنسيبل ودروشه شويه. ميرسي مون امي، ميرسي. لطف عليك، هذه اقل حاجه باش نعملها معاك يا رمرومه لانك تستحق. وزيد انا يعني اول مره نجيب هذاك، اقل حاجه باش نجيب الورد. من احنا تعودنا ديما يلزم كي ندخلوا لبلاصه جديده تبدا يدينا مليانه. احكي لي على الغنيه هذه. الغنيه اللي عزيزه روحي هو العمل الذي انا وحاتم الجيزاني سنوجه له تحيه، لانه حاتم صديقي وصاحبي معناتها يعني قديم برشا، معناتها يعني من اصحابي القدم. وملي نعرف حاتم انا وحاتم ديما نقول له، هو يقول لي عادل بقيتش نعملوا غنيه، وانا نقول له يا حاتم هيا نعملوا غنيه. وقعدت الحكايه، ناكد لك اللي ممكن فما 7 8 9 سنين واحنا وقتش نعملوا الغنيه، وقتش نعملوا الغنيه، حتى لين جيت من كل شيء بالمكتوب. اي بورتون كل يوم نراه حاتم ويراني، وكل يوم مع بعضنا معناتها اكثريه الوقت مع بعضنا يعني نعديه. وما جاتش الفرصه الا جات المده هذه، عملنا الغنيه اللي هي سمعني عزيزه روحي كلماته الحانه وتوزيع يوسف مونس، وبتسمعها باش تعجبك برشا. Il est très généreux. كل ما نخرج مع عادل يونس يشيخنا. جاتو، ميلفوي، فطاير، قهاوي. ركز لي على فطاير، قهاوي، شوينغوم، كل شيء، كل شيء. الناس كل تزمر اليوم على عادل يونس. 205 محلاه زادت بحدانا الكحله فيها يا جماعه. يزمروا خويا الحمد لله يا خويا. الحمد لله. يعطينا الخبول ومحبة الرسول. هذوما الكل يزمروا باش نجي بدومي تاريف يعني فعلا. كلموني، اتصلوا بريري، شنو كيف بيخ. دومي تاريف. مش السوم الكل. اسمعني اللي زمر. اللي زمر اكثر بلاش، يزمر اكثر بلاش. انت حتى ولا زمر 1558 يا خويا باش تقيم عليا سوسه توا دومي تاريف. نفرحوا بهم بالعكس. اي حد يستحق باش نفرحوا بهم. وليش توا سوسه كل تزمر على دومي تاريف توا، شنو الحكايه؟ دخلنا بعضها سيركيلاسيون بالحق. كل عمالك يا عدوله راهي. والله يعاقل، والله يعاقل انت. كل عمالك، كل عمالك، الناس كل تزمر. محلية والله يا محلية جو سوسه، والله والله. ونحب برشا سوسه، انا نحبها برشا. دونك قلنا عزيزتي روحي ولات الكل وزينه. الثلاث اغنيات هذوما علاش اخترت الاولانيه مش هي اللي مش تصورها ولا مش تصورهم الكل؟ لا هو باش هو لا باذن الله هو باش يكون يعني تصوير عزيزة روحي، وباش نصوروا غاليه دو، على خاطر غاليه دو يعني عملناها يعني في وقت اللي وقت اللي بدات داخله معناتها شويه معناتها مش جو نتاع تصوير فهمت، وقعدنا كل مره ناخروا في الحكايه. توا السنه معناتها يعني سي يعني سي كونفيرمي معناتها يعني باش ان شاء الله باش نصوروا في ستويت فضل بن عمار في الحمامات ان شاء الله باش يكون يعني عزيزة روحي. وغالية دو على خاطر غالية دو ما خذتش حظها، واكيد هو كيف تكون يعني باش تكون يعني مصوره باش تكون حظها. السلام عليكم. اي محلاها والله. اسمعني استغليت برشا ليماج نتاع كوثر انت عاد اليوم. مرتي يلزمني نستغل ايش عندي انا؟ كان كان اوكي قاعد استغل في حاجات اخرين المصروف. اوكي نصرف انا تبارك الله علي. معناها انا توا نسال سؤال شخصي ما نحرجكش. اما جاوبني كان كان ما تجمش ما يصيرش. شو بنحينا النوار خاطر النوار هذه يظل يخليك ما تسالش بالكدا. والله لا نسال ربي اسال بالكدا. اسمع بشوي بشوي. اسال اللي تحب. يا ولدي خليني نسال يا ولدي خليني نسال الساعه. فازي فازي. اسمعني توا ريالمون كي تخدم كوثر معاك تخلصها ولا؟ هي تخلص. شنو هو؟ انا راجلها. تاكي بجدك؟ ولا هي توا امراه. انا نخلصها. انا نخلصها. انا نخلصها. شو شو هي فنانه ممثله، خليني نفهم لك السيتياسيون. هي امراه ممثله. نورمالمون انت سيادتك استدعيتها مش تعمل كليب. من المفروض مهنيا تخلصها. ايش نقول لك؟ كوثر قلبها كبير كبير. هي شنو دخل كبر القلب في المهنيه؟ خليني احكي لك عاد انا. ايش نقول لك؟ انت الانسان اللي تبدا تحب ياخذ عليك فلوس.
انا والله كان جا انا كان جا راجلي وعنده بواد براد باش نخدم له خدمه. لا هذيك ليه هذيك بتبيعته؟ ليه هذيك بتبيعته؟ سيرفيس بالعكس هذيك 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 بتبيعته الفلوس الكل ليك تولي في الحاله هذيك فهمت. اما معناتها يعني كوثر ما ندخلوش في الحكايه هذه نتاع خاطر كوثر تحبني برشا واحنا عائله واحده ما نجموش يكون فما فلوس بيناتنا فهمت. نجم نجيب حد اخر انا فاهم. انا لا انا نحب كوثر معايا فيه وهي اللي معناتها يعني الفكره نتاعها هي انا باش نصوره في الاستوديو يعني فاضل بن عمار ان شاء الله معناتها الفكره نتاعها فهمت. تو ما يقلقكش ديما لي كريتيك اللي تتوجه لك انه ديما انت تو اسوسي ليماج نتاعك لكوثر؟ ما تخلخنيش ما عادش نخلق شو اذا كان باش ناخذ نتبع نتاع قلق وما يقلقش باش تلقى روحك التالي لازم تمشي حبيبي العين حساده وانت زاده مصرره وعسل كنا نسمعوا في الليلات الكل الاغنيه فريمون حلوه جويس جويس نتاع حفالي والله جوك عادي هي 100% هي ريتم مزود لكن غنيتها بطريقتي انا معناتها المزود بيان سور حاجه حلوه برشا وحنا الكل نحب المزود لكن عملت لها الجو نتاعي انا يعني فنينتها شويه فهمت. شنو الحاجه اللي حسب رايك باش تحدث معاك قريبا باش تصير لك قريبا باش ترجع ولاية صغير معناتها سن الطفوله يعني والشباب باش تضحك نون ستوب حاجه بس ضحك على الاخر على الاخر نون ستوب ستسافر وتغادر البلاد. والله انا ديما طفل صغير حتى هكا تراني ديما راهو طفل صغير. انا اكد لك حاجه اللي توا انا ساعه نبدا نتفرج في التيلي نبدا قاعدين نتفرج في التيلي نجم تجي حاجه سيكونس هكا صغيره في التيلي ينجم اللي معايا ما يبكيش وانا نبكي. ساعه توا عندي عام ونص وليت عندي حكايه مانيش عارف شنو بالضبط وليت اي حكايه نتفرج فيها في التيلي ما نعرفش نجم انت بجنبي ما نجم تقول لي شبيك انا نرى حاجه ما نعرفش كيفاش وليت انا بدي مش فاهم روحي يلزمني نمشي للبسيكياتر عليها الحكايه والله خاطر ما غير عاديه وليت يا حنين برشا وليت يا رجعت طفل صغير يا مانيش عارف شو حكيتي انت حنين انت حنين عادل وحاجه اخرى انت حنين وجنيرو وانا وانا ومن اكثر العباد اللي قابلتهم في حياتي والرجال اللي قابلتهم في حياتي بالحق جينيروزيتي هو عادل لبريري تاكسيريري اسمع تاكسيريري تاكسيريري حياك الله حياك الله الديزاين ان شاء الله باش يكون يعني باش يكون يعني عمل يعني بيني وبين هادي باش يكون فما مراوحه ما بين الكوميديا والفن معناتها يعني بروجي ان شاء الله نحب نخليها سوربريز انا الحقيقه برشا لكن هو يعني فلاش صغير معناتها على البرنامج ان شاء الله وباش نكونوا موجودين به يعني في المهرجانات الصيفيه ان شاء الله. غير من شكون غير حالي كيفاش كنتي باهية بدلالي واليوم تبكي بكاك غير حالي يا غالي عاشقة مغرومة بالحب تبدي جارحة مسكونة
كوثر كلموها كوثر يلا كلم كوثر بيسيش هاني معك كلم كوثر وي لا بلي يقول لي كلمة أخرى دي ما تقولها لي في الأول زيد زيد عاد مرة أخرى ما سمعتش بلي يقول قول عاد قول مرة أخرى اسمعني في بالك بحاجه اسمعني في بالك انا ما قلت لك ماشي للراديو كنوز يعني فهم في انا في صوت اي وتو انت في المباشر تقول لي حبي حبي في بالك واحد ولا اصلي ما كوثر سلام شنو حوالك معاك ريري شنو حوالك شنو حوالك كوثر سلام عايشك عامل فيك عدولة او قال لي راني ناس مليح وراي ما كثرت توكل فيا في البيت راهو ذاك اش قال والله والله يفضلك عليك ما قال شيء مسكين حتى هو ما تتصورش قديش يحكي عليك avec beaucoup d'amour avec beaucoup de plénitude وربي يفضلكم لبعثكم ان شاء الله انا نحبك توعد لغران بيبليك البيبليك نتاع كنوز وتاكسي ريري مش تجيب حدايا ودوما تكمل نسيبتي العزيزه ان شاء الله الله يبارك يا الله الله يبارك عدولة ذيك عز الناس وصديقي وعشرة نوايا نحبوا برشا عدولة احنا بخسكو فن وصلنا للفان دي نيشون في بالك شيء أمني قسما بالله يا ريم قسما بالله قسما بالله مش رمي ورود الحسة متاعك هذه تنحي الغم على القلب يعيشك يا عادل وأمني ريت أنا تو كيف قلت لك أنا راوي والله يا ريم والله ريقت ساعتين والله نعرف البارح عندي عرس في الكيف تسمع فيا معناتها روحت شفتني الوقت اللي كلمتك فيه معناتها قلت كريمه ورقدت يمكن ساعتين بالضبط باش يعني نجم نكون موجود معاك في الحصه هذه نعرف ومانيش نادم محليها وكان فما حس اخر غدوه قول لي نجم